السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نشتغل على مايكروسوفت بينج وفي نفس الوقت على الديزاينر. فانا هاجي على مايكروسوفت بينج واطلب منه اي جملة واقول له كرييت، ولو كتبتها بالعربي بيطلع الناتج بشكل حلو، هو بيفهم عربي بشكل كويس. تمام. طب على ما اعمل الصور دي شوية حاجات عملتها، قلت له انا عايز تاخد لي كده الاهرامات وتقول ان في مثلا حاجة تحتيها، مباني تحتيها بالشكل دوت. هنا قلت له اكتب اسم على السحابة، هنا قلت له اعمل صورة ليوناردو، اعمل بلوحة فان جوخ. طيب تعال نشوف الطفل الصغير اللي عمله، عمل لنا حاجات مثلا بالشكل ده. ممكن مثلا اجي هنا اكبر الصورة، بلاقي عندي اختيار اللي هو شير، سيف، داونلود، كاستمايز. احنا بقى عايزين كاستمايز دوت، هندوس عليه هيفتح لنا الديزاينر دوت مايكروسوفت. يعني لو انا عملت صورة وطلعت بنسبة كبيرة حلوة، لكن في حاجات انا مش عايزها، في حاجات عايز اغيرها، اقدر ادخل هنا على الديزاينر واعدل فيها اللي انا عايزه. مثلا نفترض ان انت عايز تحذف الخلفية، هتقول له ريموف باك جراوند، حذف لك الخلفية. لا ده انا عايز الخلفية ريستور، هيبدأ ان هو يرجع لنا الخلفية. عندنا جنريتيف ريز، يبقى في جزء معين انت عايز تمسحه، هتيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز امسح. هو هنا بيبدأ يحلل لك بقى العناصر بحيث كل عنصر يبقى لوحده عشان تقدر تعمل سيلكت بطريقة سهلة. هو مديني كويك سيلكت، يبقى كده عنصر هعلم عليه يختفي على طول زي كده. تمام. اقدر اقول له امسح او بروس سيلكت ابدأ انا امسح مانوال. طيب هو هيمسحه وفي نفس الوقت شكله يبان ان هو ما كانش موجود اصلا. اريز اوبجكت يعني بيراعي ان هو مثلا ما تبقاش خلفيه بيضاء، فالناس دول كان في عنصر هنا اتلغى، لا هو بيعرف ان هو ظبطها. زي ما انت شايف اختفت وراح ايه مظبط الشكل بتاعها. لوك جود، قلت له يعني ده الشكل ده كده كويس. عندك ان انت تعمل بلور للباك جراوند، يعني تخلي الباك جراوند مش واضحه وتركز على الشخص نفسه او الصوره الاساسيه. طيب بعد كده ممكن تاخد الصوره وتروح عاملها مثلا في اطار زي كده. تمام. عندك اشكاله كتيره للاطارات، تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه، التمبليت اللي انت عايزه. طيب خلصت، قول له بقى عايز اعمل داونلود، وتقدر انت تعمل داونلود او تعمل كوبي من النسخه او تبعتها للتليفون بتاعك او تقول له اعمل لي هاشتاج ليها تراي ات. تمام اهوت جنريت. بص هو ظبطها لك بحيث تبقى مناسبه للينكد ان، والانستجرام هيعمل لها حاجه مناسبه للانستجرام. وتقدر تختار اكتر من حاجه تعملها. طيب بحيث يبقى معاك. تمام. عمل لك التكست اللي انت تنفع ان انت تحطه، وممكن بعد كده نعمل شير او سند. كل اللي انا هعمله ان انا هعمل كونكت اكونت، دي اول مره ويبقى خلاص متوصل بعد كده وادخل على طول كده. كل ما تبقى في صوره كويسه ابدا ان انا اعمل لها شير. هقول له بقى ايه بابلش اون لينكد ان، خلاص يعمل بابلش للصوره دي على لينكد ان. هو بيستفاد، الديزاينر بيستفاد ان اللينك بتاعه بقى موجود وناس كتير تبقى شايفاه وناس كتير تدخل تجرب الخاصيه دي. تمام. ممكن اقول له انا عايز اعمل على تويتر مثلا، يبدا يجهز لي الحاجات اللي تتشهر على تويتر. اللي يدخل يشوف الصوره بتاعتك لكن جوه الموقع بتاعهم، فده برضو ايه دعايه كويسه ليهم. طيب خلينا نيجي هنا، انا هقول له داونلود واقول له انا عايز تراي ات. عملنا على لينكد ان، نعمل بقى ايه على اي حاجه تانية، مثلا على الانستجرام الفيسبوك وهكذا. هاجي هنا من مانج بروفايل واقول له ان انا عايز اتواصل مثلا مع الانستجرام، بس لازم يكون بيزنس، لان الانستجرام العادي لازم تعمل صوره مش من موقع، ترفع صوره خاصه بيها. يعني الصورة دي ممكن تاخدها تسخنها.
تمام. انا خلاص هوصله بالصفحة بتاعتي، وليكن مثلا بمقربيا، تمام. سيف، يبقى انا كده كل ما هلاقي حاجة هتشير اوتوماتيك على الفيسبوك، اول ما اقول له بابلش يروح باعت على الفيسبوك. يبقى كده هجي اوتوماتيك على الفيس، وابدأ اختار الكلام اللي انا عايزه، وأعلم على الهاشتاج اللي انا عايزه، وبعد كده تقدر تقول له بابلش كده، يعمل بابلش على اللينكد ان والفيسبوك.